السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي طالبات الصف الأول. درسنا اليوم هو جمع العشرات والآحاد باستعمال لوحة المئة الجزء الثالث. سنتعلم اليوم كيف نقوم بحل مسائل لفظية عن جمع العشرات والآحاد على لوحة المئة. تعلمنا سابقا أن لوحة المئة تحتوي على عدد من الصفوف والأعمدة. في الصف الواحد يوجد عشرة أعداد. سنقوم باستعمال لوحة المئة لحل المسائل التالية. السؤال 19، وضعت بعض الدجاجات 40 بيضة ثم وضعت 45 بيضة أخرى، ما العدد الكلي للبيض الذي وضعته الدجاجات؟ المعطيات اللي موجودة في السؤال: الدجاجات وضعت مجموعة أولى من 40 بيضة ومجموعة أخرى من 45 بيضة، ما العدد الكلي؟ إذن المطلوب في السؤال إيجاد العدد الكلي للبيض الذي وضعته الدجاجات في المرتين. لكي أجد الناتج يجب أن أقوم بضم أعداد البيض معا لإعداد عملية الجمع. العدد الأول 45 زائد العدد 40. ممكن تغيير ترتيب الأعداد في عملية الجمع، لا يؤثر هذا على الناتج. الآن أحدد العدد 45 على لوحة المئة. بما أن هذا العدد أحاده 5، إذن سأجده في الصف الخامس. 45 أضع عليه دائرة. الآن سأضيف العدد المضاعف، مضاعف العشرة العدد 40، سأضيفه على لوحة المئة. بما أنه هو عشرات، إذن سأتحرك باتجاه الأسفل مقابل كل عشرة مربع واحد، أي سأتحرك أربع مربعات لأن عندي العدد 40. 10، 20، 30، 40. سأقف عند العدد 85، إذن الناتج هو 85 بيضة. الآن السؤال رقم 20، شارك 22 طالبا في معرض الكتاب ثم حضر مزيد من الطلاب إلى معرض الكتاب فأصبح عددهم 72، ما عدد الطلاب الذين حضروا إلى معرض الكتاب لاحقا؟ أرى في البداية من المعلومات الموجودة في السؤال أو المعطيات، هناك 22 طالبا حضروا أو شاركوا في معرض الكتاب ثم حضر مزيدا. كلمة مزيدا هي عدد مفقود، لا أعلم كم حضره. مزيدا من الطلاب، أصبح الناتج الكلي 72. حضر 22، كم سأضيف، أي سأستخدم الجمع ليصبح العدد 72؟ الآن أحدد العدد 22 على لوحة المئة بوضع دائرة عليه. الآن كم سأضيف إلى العدد 22 حتى يصبح 72؟ ألاحظ هناك عمود بين العددين، أي إني سأنزل إلى الأسفل، أتحرك إلى الأسفل من 22 إلى 72. كم مربع؟ 1، 2، 3، 4، 5. سأعد بدرجات العشرة لأني سأتحرك باتجاه الأسفل. 10، 20، 30، 40، 50. إذن العدد المفقود هو 50، حضر إلى معرض الكتاب لاحقا 50 طالبا. السؤال 22، ركب 8 أشخاص حافلة وركب 50 شخصا حافلة أخرى، أي من هذه الجمل العددية التالية توضح عدد الكتب في الحافلتين معا؟ اختار كل ما ينطبق. الآن من المعطيات اللي موجودة في السؤال، هناك 8 أشخاص ركبوا في حافلة و50 شخصا ركبوا في حالة أخرى. المطلوب كتابة الجملة العددية التي توضح عدد الركاب في الحافلتين معا، أي الأعداد سأضيفهم جمع لأن هناك كلمة معا، أي من هذه المسائل تنطبق على
الحل. الثمانية زائد العدد 50، ممكن أن أجد الناتج في البداية على نفس لوحة المئة. الثمانية أحددها على لوحة المئة وأضيف إليها 50، أي سأتحرك باتجاه الأسفل 5 مربعات لأني أعد بالعشرات، لأني أضيف عشرات، 20، 30، 40، 50. الناتج هو 58. الآن الإجابات الصحيحة هي الإجابة الثالثة والرابعة.